ولا حتى علم القيادمة الذين سبقونا لهذه المهنة، لأول مرة ينفرد وزير العدل بإعلان عن امتحان الأهلية لمهنة المحاماة. مع من والو، مع من والو، ما نطالب به هو احترام هذه المنهجية التشاركية المكرسة عبر سنوات والعقود من الزمن منذ تأسيس الجمعية سنة 1962. لم يتخلف أحد الوزراء عن احترام هذه المنهجية. الآن ما هو الإشكال المتعلق بامتحان الآلية؟ هو أن هذه الوزارة لم تستمع إلى المؤسسات المهنية، لم تعرف ملاحظاتهم على امتحان الأهلية. نحن نريد أن نستقبل أبناء الشعب مرحبا وأهلا وسهلا بهم في مهنة المحاماة. الأنشطة والمحطات ديال هيئة المحامين بطنجة، المحطة اليوم كما كتلاحظوا محطة ماشي ثقافية، ماشي مختلفة، هي محطة احتجاجية، ولكن الاحتجاج هو جزء من العمل ديال المحامي، لأنه لا يقبل بأن تسن له ويشرع له مقتضيات لم يستشر فيها ولم تحترم فيها المنهجية التشاركية. للأسف هذا يبرز بأن عدم احترام هذه المنهجية يبرز على أنه قد تكون هناك حملة استهداف ممنهجة ضد مهنة المحاماة، بدأت بتسريب مسودة مشروع قانون المهنة والإعلان الانفرادي عن الامتحان الأهلي لمزاولة مهنة المحاماة، ثم وضع هذه المقتضيات الجديدة في المشروع القانون المالي سنة 2023. نحن نطالب باحترام منهجية التشاركية التي هي دأب وديدن جميع الوزارات السابقة، وزارات العدل السابقة في علاقتها مع جمعية هيئة المحامين المغرب والمؤسسة التمثيلية للمحامين. لا ندري، كنا نتوقع الكثير من زميلنا على مهنة المحاماة، ليس ليدافع عن مهنة المحاماة ولكن ليحترم المنهجية التشاركية وأن لا يسمح باستهداف مهنة المحاماة، ولكن للأسف الوضع لا يبدو أنه كذلك. نتمنى تصحيح هذا الوضع حتى يكون واضحا. كذلك وجب التوضيح بأننا لسنا كما قلت لكم الالتحاق ديال المحامين مرحبا بهم، ولكن وفروا الشروط. المقتضيات الجديدة ما كانش تهدوش منا أنه يبقى شي تمييز للمحامين ما يتعفوهم الضرائب أو أن لا يؤدوا الضرائب، بالعكس حنا جاهزين نؤديو الضرائب وكنؤديوها دائما بحالنا بحال جميع المواطنين، لأننا كنعرفوا على أن أداء الضرائب هو جزء من المواطنة، بل شرط في المواطنة الحقيقية، ونحن مواطنون حقيقيون ندافع عن جميع قضايا الوطن ولن نتهرب من الضرائب، ولم يكن في تفكيرنا مطلقا أن نتهرب من الضرائب، لكن يتعين مراعاة خصوصية مهنة المحاماة كما تتم مراعاة خصوصيات بعض المهن الأخرى وبعض القطاعات الأخرى، فمهنة المحاماة كذلك لها خصوصية كان يتوجب مراعاتها. الآن كاين لجنة ديال الحوار مع وزارة المالية، نتمنى إن شاء الله أننا نوصلوا نحققوا الأهداف المرجوة بما يضمن الاستمرارية ديال المحامين في أداء الضرائب ديالهم، ولكن وفقا للشروط وفقا لما يعتبر خصوصية لمهنة المحاماة. بسم الله الرحمن الرحيم، صلاة والسلام على أشرف المرسلين. فاستجابة لقرار الجمعية هيئة المحامون بالمغرب الداعية إلى توقيف العمل في هذا اليوم 1 يعني نوفمبر من سنة 2022، نلاحظ بأنه حضور كثيف لعموم المحامين والمحاميات في مدينة طنجة وعموم المحامين والمحاميات في كل يعني المدن المغربية وفي كل المحاكم المغربية، وقفة واحدة وصوت واحد يرفع الآن في جميع محاكم المغرب، تؤكد من خلالها و تقول للشعب المغربي وتقول لعموم المسؤولين والمعنيين على أننا واعون بخطورة المرحلة التي يتم فيها الإجهاز على مكتسبات مهنة المحاماة وعلى يعني مجموعة من المقتضيات التي ربما هذه القرارات الأخيرة قد مست بأجزاء منها وقوتها وحصانتها. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.